ويا عايب بالله مشتاق انا ردي اول غيابك ليه انتي بعيده هناك واتخيلك عندي وقلبي يحبك موت شربه يا غايب بالله مشتاق انا ردي طول غيابك ليه لحظة العنبة انتي بعيده هناك واتخيلك عندي وقلبي يحبك موت. أخيرا وأخيرا وأخيرا صفقة جديدة رائعة ببلاش. فرانك كيسية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جروب لا تنسوا لايك شير سبسكرايب انستغرام تيك توك حفظ. اليوم راح اجي لكم فيديو جديد. اليوم ما راح يكون تقرير شامل ايجابيات سلبيات كل ما يخص لاعب برشلونة جديد فرانكيسيا. سوينا عن ابلوتوري، سوينا عن شواميني، سوينا عن روديجر، سوينا عن تيرا الملاسيا، وقريبا عدة لاعبين من ضمنهم ليساندرو مارتينيز، من ضمنهم كارلوس ريكي كاسيميرو، من ضمنهم باقي صفقات برشلونة اللي هي كريستينسن، اللي هي ليفاندوفسكي، اللي هي رافائيل دياز بيلولي، اللي هي جيو لياس كوندي، ماركوس الونسو. اليوم بالتقرير الشامل نتكلم عن ايجابيات سلبيات كل ما يخص لعب برشلونة جديد فرانكيسيا. طبعا لا تنسوا لايك شير سبسكرايب انستغرام تيك توك تحت الفاصل. ليش محمد يا غايب بالله اشتاق انا ردي طول غيابك ليه. ليش قاعد تغني شي يا محمد؟ شوفوا يا جماعه هذه الاغنيه تنطبق على برشلونه بموضوع الصفقات. ليش يا غايب بالله؟ لان من زمان برشلونه ما سوى صفقه رائعه في خط الوسط من صفقه فرينك دي يونغ، هي ولاعب بصفات فرانكيسي يعني هو فمن متى يعني؟ فيا غايب بالله مشتاق انا ردي طول غيابك ليه. المهم يا ما بتشتغل شام ايجابيات سلبيات كل شيء ما يخص يلعب فرانكيسي. لايك شير سبسكرايب سلام تكتب تحت بس يلا على الفيديو ندخل يا جماعه. خلونا نتكلم شيء بسيط يعني بالنسبه لي مهم جدا قبل ما نطرق المواضيع ايجابيات وسلبيات اللاعب. هناك دائما مشكله عند جمهور كره القدم، هي سلبيه جدا في جمهور كره القدم. المشكله هي ان هي كونها هي صفقه مجانيه فهي صفقه سيئه، هذا القانون عندنا احنا المشجعين، او يعني صفقه اقل من المستوى المطلوب، وهذا ممكن بسبب اعتقادات سابقه حدثت للجمهور. ولكن الان لو قيمنا فرانكيسي او حتى يعني هذه الصفقه هي فرانكيسي بمنظور اخر، ليش ما نغير رايي؟ ليش ما نشوف ايجابيات وسلبيات اللاعب؟ ليش تاخذونها على القيمه يا جماعه؟ شوفوا اللاعب ميزاته سلبياته، هل هو ممتاز هل هو سيء، كذي تحكمون. الحكم على اللاعب انه سيء ولا ممتاز، ما تروح تشوف القيمه، اذا القيمه عاليه فاللاعب ممتاز، اذا القيمه قليله فهو لاعب سيء. لا لا، اتمنى ما حد يصير عند هذه القاعده، وانا ما بضم صوتي لصوت الناس اللي كذي. لا، اشوف سلبيات ايجابيات اللاعب بعدين اعرف من اللاعب سيء ولا ممتاز. بلغه المنطق فرانكيسي كان لاعب اساسي مع اي سي ميلان في الدوري الايطالي، ويعتبر عند بيولي قطعه اساسيه، وكان ميلان يحاول يجدد عقده، ولكن يعني بسبب مشكله اقتصاديه ما بين وكيل اعماله والنادي خلت اللاعب انه صعب يجدد، واللاعب صار من دون نادي فاضي عقده خلاص، فبرشلونه يابه. طبعا انا مطلب النادي كان يقول انت تستحق راح نعطيك 5 مليون يورو، فرانكيسي كان يبي 7 مليون يورو ونص. هذا الشيء خلى ان اي سي ميلان يرفض واللاعب يكون يعني من دون نادي. قيمة اللاعب بالنسبة للمواقع المختصة واللي أنا أعرفه والمضمونة هي 45 مليون يورو. فتخيل تجيب لاعب قيمته 45 مليون يورو بمواصفات فرانكيسي اللي راح نتكلم عنها، قيمته 45 مليون يورو، وإذا اللاعب يعني ما كان إذا كان عنده عقد مع النادي فأنت لازم تدفع 45 مليون يورو، إيسي ميلان قد يطالب 60 و70 مليون يورو، فأنت جايب لاعب ببلاش صفر من دون ما تدفع أي شيء لنادي إيسي ميلان، فقط تدفع راتب اللاعب، واللاعب أيضا من دون مكافأة توقيع. أنت تخيل يا جماعة، الراتب كم؟ راتب فرانكيسي راح يكون 6 مليون، ما أدري كم، 6 مليون صافي بعدين حوافز، فأنت تدفع هذا من دون مكافأة توقيع، من دون قيمة لإيسي ميلان.
داخل لاعب مواصفات فرانكيسي يعطيك 10 سنين لقدام، كم لاعب عمره 25 سنة يعطيك 10 بالراحة فوق العشرة، بالراحة فوق العشرة يا جماعة، يمكن يوصلك إلى 37 38 عادي عادي جدا جدا. خلينا نتكلم عن الأندية اللي كانت مهتمة فيه. فكان هناك أندية مثل توتنهام، بقية الأندية في إنجلترا، باريس في فترة من الفترات، حتى ريال مدريد وأندية ثانية كانت مهتمة بهذا اللاعب لأنه لاعب ممتاز ومميز بصفاته، حتى من ضمنهم أرسنال ميكل أرتيتا. ولكن برشلونة ولابورتا وإدارة باللابورتا عرفوا شلون يحسمون الصفقة بشكل مبسط وسهل وسريع، يعني يحسمون الصفقة يمكن من شهرين وأعلنوا عنها بعد شهرين. الجميع استهزأ بصفقات مثل ممفيس ديباي وأريك غارسيا، ولكن قدموا يعني مستويات جيدة، كانوا سوبر سوبر ولكن كانوا لا بأس، يعني أنت مدافع عليهم شيء، يعني خصوصا ممفيس ديباي بلعب مميزاته، يعني الحين احنا في يوفنتوس مهتمين فيه، في أرسنال، في شوية توتنهام، يعني قد نبيع لاعب 30-40 مليون يورو فأنت تشتري مجانا ويكون هداف الفريق الموسم الماضي، فقدم مستوى جيد. وإريك غارسيا يعني ولاعب صغير بالعمر، يعني هو واضح عليها فوات، ولكن في مباريات قدمها جيدة وافتكاك وتمريرات، هو البناء من الخلف هذا اللي يبي تشافي هرنانديز ويبي كومان، يعني هي فلسفة برشلونة اللي صنعها يوهان كرويف سابقا، هي البناء من الخلف المدافعين اللي يعني عندهم القدرة على اللعب بالقدم. راتب اللاعب برشلونة راح يكون 6 مليون يورو من دون مكافأة توقيع، سيوقع حتى عام 2026. قيمة فسخ عقدة راح تكون 500 مليون يورو. طولت علينا يا محمد، ابدأ بطفولة عمره اسمه ميزات صفات، طولت علينا الموضوع هذاك، سامحوني يا جماعة، ولكن الموضوع هذا كان لازم شوي نتناوله بهذه الحلقة، بعدين ندخل بالتفاصيل المهمة اللي انتو تبونها من هذه الحلقة. ليش تاشينا تبون شو ميزات صفات العيال طفولته؟ نبدأ من طفولته يا جماعة، سامحني جدا طولت عليكم. نبدأ وندش بالتفاصيل بسرعة بسرعة، ننطلق بمسيرة اللاعب وطفولة اللاعب. من مواليد 1996، يعني راح يكون عمره قريبا 26 سنة، حاليا هو 25، يعني هي أشهر قليلة ويصبح عمره 26 سنة. ولد في دولة ساحل العاج، اللاعب كان من عائلة يعني خلينا نكون صريحين يعني متوسطة الدخل، رغم ذلك ما كان صعب لا انه يوصل لكرة القدم وعالم الاحتراف. فرانكيسي منذ الطفولة كان له رؤية أخرى، كان يحب كرة القدم منذ الطفولة، وبالفعل بدأ فرانكيسي يدور على فريق في المدينة اللي هو عايش فيها، لكن ما لقى يعني الشيء الفريق المناسب اللي يروح له. انضم اللاعب لفريق ستيلا الأفريقي، من خلاله فرانكيسي لعب أول مبارياته في مسيرته الكروية، ولكن الشيء النقطة اللي بتكلم عنها المركز اللي كان يلعب فيه اللاعب. هنكون صريحين، هو اللاعب حاليا يعني يلعب لاعب محور بوكس تو بوكس ولاعب ارتكاز، ويعني خلف مهاجم يعطيك هذا الشيء، يعني جميع مراكز خط الوسط يعني خلينا نتكلم. ولكن صدمني لما قريت وشفت بالمواقع والاشياء ان فرانكيسي في النادي الاول اللي لعب فيه اللي هو ستيلا في افريقيا كان يلعب في مركز قلب الدفاع، وهذا الشيء يعني خلاني اروح بسرعه للاعب، هل هو سريع؟ هل هو عنده افتكاك الكرة؟ هل هو قوة بدنية؟ ونشوفنا لعب افتكاك الكرة جيد، قوة بدنية فهو ممتاز، سرعة فهو متوسطة. في البداية يعني فريق ضعيف جدا عادي انه يلعب لاعب مثل فرانكيسي قلب دفاع، فانصدمت جدا ان اللاعب متعدد المراكز، صدمت ان اللاعب ايضا يلعب قلب دفاع. ولكن حاليا صعب جدا انك تلعب قلب دفاع، يعني خلينا نكون صريحين ومنطقيين، لا صعب جدا تلعب قلب دفاع، في ناس اولى، يعني في اروخو كوندي يعني تشيل واحد منهم تلعب فرانكيسي، الا بالحالات الطوارئ، الطوارئ عندك ديونج يلعب، عندك احسن هذا اذا حتى تلعب قلب دفاع. بعدها كشافين اتلانتا بيرغامو في ايطاليا بدات مراقبتهم على اللاعب، وكانوا يبون لاعب قلب دفاع، شوفون الا وجدوا الجوهره فرانكيسي. بعدوا اهتموا باللاعب، تفاوضوا وخطفوا. لكن من بعد انتقاله لأتلانتا بيرغامو تمت إعارته إلى فريق على ما أظن الدرجة الثالثة في الدوري الإيطالي، اسم الفريق على ما أظن زينة كاش زينة، ممكن صراحة ما أعرف أرفضها صح، توني تأكدت يا جماعة الدرجة
اوكي يا جماعه، تاكدت اللاعب انتقل لفريق اعاره من اتلانتا برغامو الى فريق في الدوري الايطالي في الدرجه الثانيه وليس الثالثه، سامحوني. هني كانت نقطه تحول، وتحول من لاعب قلب دفاع يفتك كرات الى لاعب ارتكاز، يعني بادوار دفاعيه اكثر. عاد الاعاره، عاد الى اتلانتا برغامو، ومني ميلان كان له نظره ثانيه، كان له نظره باللاعب طالعه اهتم فيه، قال هذا الرجل يبوه عندنا، هذا يي سي ميلان. قرر يخطف اللاعب بعقد إعارة ومن ثم شراء إلزامي. هذا الشيء كان في على ما أظن 2019. كلفت الصفقة 32 مليون يورو. هذا أبرز ما يخص مسيرة اللاعب وحياته الطفولية. خلونا نروح للشيء الثالث أو الرابع، يعني النقطة الرابعة، نشوف إحصائيات وأرقام اللاعب. يعني آخر سنة مع إي سي ميلان سجل 5 أهداف في الدوري الإيطالي وصنع هدف وحيد في دوري أبطال أوروبا، بعد سجل في كأس إيطاليا، لكن موسمه اللي قبل كان أفضل. ليش؟ لأنه سجل 13 هدف في الدوري الإيطالي، ولكن يعني من 13 هدف 11 ركلات جزاء. قد تكون يعني معلومة مهمة أقول لكم إياها، هي النقطة الخامسة، ننتقل في طريقة شاملة عن فرانكيسية. حط لايك يا جماعة. طريقة احتفالية اللاعب هي الواضحة، هذه تحية. السبب هو والد فرانكيسي كان يلعب كرة قدم ولكن صار جندي وتوفى بسبب مرض، وفي وقتها لما توفى كان عمر فرانكيسي 11 سنة. هذا اللي خلى اللاعب دائما يذكر والده أو أبوه ويحتفل بهذه الطريقة، كريما لأبوه وذكرى وفاته. سولت علينا يا محمد، ادخل بالصفات، ميزات، سلبيات، ايجابيات من عيوني الثنتين. ادخل يا جماعه يلا. ما هي مراكز اللاعب؟ يلعب في جميع مراكز خط الوسط، مثل ما قلنا قلب دفاع اذا في الحالات الاضطراريه، يلعب لاعب ارتكاز بادوار دفاعيه، يلعب محور بوكس تو بوكس، يلعب خلف مهاجم صانع العاب. فثلاث مراكز يلعبها، ويعني اذا تلعب قلب دفاع، اذا كنت تقول له ولا ما عندك عادي تحط قلب دفاع. ندخل بمواصفات اللاعب. اللاعب يعني قدرات وايد ايجابيه، يعني عنده قدرات صراحه وايد وايد جدا ايجابيه. الان برشلونه قد يستقطب لاعب افتقدناه لسنين وسنين وليالي وذكريات وجزء من الثواني وثواني ودقائق وساعات وأيام وأسابيع وأشهر وسنين وذكريات. لاعب أسلوب، طريقة لعبة تذكرنا بيايا توري، ويعني كيتا. لما يعني نقول نذكر هذه اللاعبين يعني نذكر لمساتهم الرائعة جدا. ميزة عنده قوة البدنية، واحدة من ميزات اللاعب البارزة جدا قوته البدنية. من متى نشوف لاعب خط وسط في برشلونة قوي بدنيا؟ قوي بدنيا من متى يا جماعة؟ لاعب عنده صلابة بدنية بشكل ما تقدر تتخيله، والله يا جماعة ما تبون تخيلون الصلابة البدنية اللي عنده اياها. قوة جسم افتكاك، يعني ياخذ جسمه في طريقة الافتكاك، يفتك الكرة. لاعب طول المباراة يعني يقدرنا يحرث الملعب بتحركات، يعني كيف برناردو سيلفا، تلاقي يسار بالنص يمين في كل الأماكن تلاقي. هذه أهم وثاني ميزة نتكلم عنها بحلقة اليوم بعد القوة البدنية، هو أن اللاعب حركي يحرث الملعب، يتحرك في جميع رجال الملعب. الميزة الثالثة، من الرغم يعني أن اللاعب بأدوار دفاعية لكن يقدر أنه يخترق المساحات، يلقى المساحة لنفسه ويسجل هدف، عندك تسديدة من بعيد أي شيء ويعطيك هدف من حيث لا تعلم. إيجابية الرابعة بقول اللاعب القادر يلعب بأدوار بوكس 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 بوكس. لازم الإيجابية الخامسة، فهو لاعب يقدر يلعب لك خلف مهاجم ويصنع لك صانع ألعاب. الإيجابية السادسة، لاعب يلعب لك ارتكاز بشكل جميل ورائع جدا. الإيجابية السابعة، من ناحية يعني الضغط العالي، لاعب مميز. شافين كلموا وقالوا إن اللاعب عنده قدرة كبيرة جدا في الضغط العالي، ضغطه العالي رائع جدا، شلون بتجيك قوته الجسمانيه دزه ويتك الكره. هذا اللي خلي انديه مثل ليفربول تبحث عن اللاعب مثل فرانكيسي، لان نعرف طريقه اسلوب يورجن كلوب وعقليه ليفربول، الضغط العالي، البريسنج، نخلق المنافس. الميزه السابعه الثامنه على ما اظن التاسعه،
اللاعب قادر الاحتفاظ بالكرة. أنا بيكم تركزون معي يا جماعة، في فرق بين احتفاظ بالكرة، يعني مثلا خلنا نتكلم برناردو سيلفا، في فرق بين فرانكي سيه بالاحتفاظ بالكرة. فرانكي سيه قدرته على الاحتفاظ بالكرة بالمساحات الضيقة ما شفتها في أي لاعب كرة قدم إلا ميسي. يعني الصراحة يا جماعة، مساحات ضيقة على الخط، يا إلا لاعب مساحات يحتفظ بالكرة بشكل رائع جدا. عنده القدرة إنه يسدد تسديدات بعيدة وفيها قوة، فيها قوة تسديد. بدون كرة فاللاعب يتحرك بشكل رائع جدا، ممكن تتطور أكثر وأكثر أكثر مع اللعب الموضعي لتشافي هرنانديز. مراوغات، فهو لاعب جيد عنده قدرة، يعني كلاعب خط وسط مراوغاته جيدة. يعني مستوى الهجومي والأهداف، فاللاعب عنده قدرة جميلة جدا، وهي الميزة الواضحة فيه الثانية بعد قوته البدنية، هي ركلات الترجيح أو ركلات الجزاء. موسم 2021 كما ذكرنا بالإحصائية قبل، إن اللاعب سجل 11 ركلة جزاء. قدرة جدا رائعة بهدوءه بشخصيته اللي يفرضها أمام الحراس، شلون يتحرك ببطيئتي نفس بول بوبا. طبعا محمد خلاص هو كل الإيجابيات، لا يعني أكيد اللاعب عنده نقاط ضعف وسلبيات، ولكن ما نقدر نحددها بشكل يعني 100%. بس يعني أقدر أعطيكم بعض من السلبيات. السلبية الأولى، يعني اللاعب قد يكون بعض الأحيان ثقيل يعني بالكرة، يعني ثقيل مع الكرة. صحيح إنه مراوغ، عنده قدرة احتفاظ بالكرة والخروج بها، ولكن لا يعني قد تشعر انه بطيء بهذا الشيء. عنده قدرة انه يسوي هذا الشيء، ولكن رفهموا يا معاي يا جماعة، ركزوا عشان لا تفهموا الغلط. وقادر على المراوغة والخروج من تحت الضغط ومراوغة المساحات الضيقة، ولكن قد يكون بشكل بطيء، يعني اللي وزنه الكبير وجثة، يعني واضح ان اللاعب لا يعني مثلا نتكلم عن في يا جماعة لاعب كذي، فيرجيل فان دايك مثلا. فيرجيل فان دايك عنده قوة جسمانية كذي. طبعا هذا اللاعب شيء قد يكون سلبية عليه، انه بطيء بالخروج من الكرة من المراوغة. قد يكون ايجابية ان اللاعب يكسر باللاعبين كذي، وانه يفتك الكرة ويدز اللاعب بقوة البدنية. فهذا الشيء يعني القوة الجسمانية لها يعني سلبياتها ولها ايجابياتها. السلبية الثانية، اللاعب سيء كارثة جدا في رأسيات الكرات الهوائية. كل صريحين يعني سيء جدا. يتطور مع تشافي هرنانديز، ولكن نشوف ان اللاعب في منتخبه وفي فريقه اي سي ميلان، شنو، هل اللاعب جيد في الكرات الهوائية؟ هل اللاعب ممتاز؟ اللاعب سيء؟ لا، لاعب كارثي. يعني انا ما اشوفه، انا اللي اقدر اوصفه صراحة يعني سيء، فضيحة يعني بالكرات الهوائية، رأسيات فضيحة جدا. المشكلة الثالثة، هذه ترجع للمشكلة الأولى اللي قلناها، القوة الجسمانية والثقل. إن اللاعب قد تكون تدخلاته قوية وخشن، ولكن الحمد لله اللاعب يعني ما عنده اللاعب ممكن بقوة الجسمانية، يعني لما يفتك الكرة يدز بقوة ويطيع ويسوي فاول، ولكن اللاعب ما عنده الخشونة مثل ممكن كاسيميرو وراموس وبيبي ولاعبين مثل كذي يبون يكسرون. بعض السلبيات اللي أقدر أقول لكم إياها، قد يكون عنده سلبيات أخرى، ولكن هذه اللي أقدر أعطيك إياها يعني صراحة. يعني الإيجابيات أكثر أقدر أعطيكم، بينما سلبيات ما أقدر أعطيكم إياها بشكل واضح وأشوف، ما أقدر، ما صعب جدا. السلبيات اللي قلتها قد تطور مع تشافي هرنانديز، قد تكون إيجابيات من سلبيات، ممكن تصير إيجابيات مع تشافي هرنانديز، ممكن يطور بالكرات الهوائية، يخليه مو خشن، يخليه مو ثقيل، يخليه ياخذ الكرة بشكل سريع. انتقل لنقطة أخرى، اللاعب وين راح يلعب تشافي؟ وين راح يلعب مع تشافي هرنانديز؟ وين راح يلعب مع منظومة برشلونة؟ أتوقع إنه راح يلعب لاعب محور، وإذا غاب بوسكيتس راح يلعب يعني ارتكاز أو بيانيتش. يعني مثلا خلينا نقول بوسكيتس الآن غايب، مصاب أو مطرود، أوكي؟ ركزوا معي. عندك بيانيتش مستحيل لعب فرانكي ديوغ لعب ارتكاز، انا بالنسبه لي صعب جدا. عندك بيانيتش، عندك فرانكيسيا، مباراه غاب فيها بوسكيت بسبب الطرد لعب بيانيتش، مباراه غاب فيها بوسكيت بسبب الاصابه لعب كيسي، مباراه غاب فيها بوسكيت بسبب الاصابه لعب بيانيتش، مباراه غاب فيها بوسكيت بسبب الاصابه لعب كذي مره كذي مره هذا. ولكن ترى بيانيتش جدا اقنع تشافي هرنانديز بالوديات بدنيا، اللاعب أقنع جدا، وقال راح أظهر لكم بيميلين بيانيتش الحقيقي، وقال التصريح. على الأغلب إذا بوسكيتس أساسي ففرانكي سي راح يلعب لاعب محور بوكس تو بوكس. صعب
جدا اشوفه لاعب خلف مهاجم، لان بدري صعب جدا اشوفه على الدكه، واذا بدري اساسي فصعب جدا يكون محور بوكس بوكس، هو راح يكون صانع الالعاب، هو راح يكون خلف المهاجم وخلفه يكون مثلا فرانكيزي، خلفه خلينا نقول بيانش او بوسكيتس. كان معي سي ميلان كان يلعب بتشكيلة 4-2-3-1، ميلوح مزدوج مع يكون لاعب معاه، مرات يكون اسماعيل بن ناصر نجمنا الجزائري، مرات يكون ساندرو تونالي النجم الإيطالي. فاللاعب إذا تبي تلعب ارتكاز أحسن لك إنك تحط معه لاعب، يعني حطه هو بيانيتش، حطه هو فرينكي ديون، حطه هو بوسكيتس، أفضل إنك تلعبه محور بوكس تو بوكس، هذا أفضل مركز يعني أتمنى أشوفه فيه. شوفوا يا جماعة، خلنا نتكلم إنه بوسكيتس شباب، إحنا هذا آخر سنة لا مع برشلونة، ولعب واضح ما بجد عقده راح يروح لأمريكا على ما أظن. خلنا نتكلم إنه بعد ما بعد بوسكيتس من راح يكون الارتكاز؟ خلنا نتكلم صعب جدا ديون. وديونج قد يعني ينباع لتشيلسي، يعني الرجل ما الشخص يعني ما يبي يخفض راتبه. من راح يكون لاعب ارتكاز بعد سيرجيو بوسكيتس؟ من ياميرلين بيانيتش، فرانكيسيا، نيكو جونزاليس بعد عودته من الإعارة من خفافيشي فالنسيا. أول شيء خلينا نقول بوسكيتس خلاص خلص موسمه، راح أمريكا. مباراة قوية أساسية ضد إشبيلة، ضد أتلتيكو، ضد ريال مدريد، مباراة دوري الأبطال، من راح يكون أساسي لاعب ارتكاز؟ على ما أظن سيتم تطوير نيكو جونزاليس بشكل كبير جدا مع فالنسيا، وراح يلعب ممتاز، راح يلعب دكة لفترة بسيطة، بعدين راح يحط في مركز أساسي. إنزين بالفترة راح يلعب فيها دكة، من راح يكون الارتكاز؟ على ما أظن بيارلين بيانيتش، على ما أظن. وصحيح بيانش كبير بالعمر، ولكن خلاص كان بيانش كبير بالعمر، من راح يلعب ارتكاز إذا مو بيانش؟ فرانكيسيا. فاللي بوصلكم إياه صعب جدا أشوف فرانكيسيا يلعب لاعب ارتكاز مع برشلونة. بالنسبة لي ممكن يكون نظرة أخرى عندي تشافي هرنانديز. ما بطول عليكم، على ما أظن الحلقة راح تكون طويلة. حاليا نوصل النقطة الأخيرة وهي ختام الفيديو. قبل لا أختم، تقييم اللاعب نسبة نجاحه من 100. أول شيء خلينا نروح لتقييم اللاعب. قيمة 8.5 من 10، نسبة نجاح اللاعب 80%، 85%، يعني شيء. هذا رأيي الشخصي. على العموم عجبكم تقرير الشامل؟ عجبكم إيجابيات إذا سلبيات إذا عجبكم التقرير الشامل والكامل؟ تمون كثر منا على لاعبي برشلونة ولاعبين يونايتد جدد ليساندرو مارتينيز وقريبا كاسيمير، واذا تبون على انديه اخرى مثلا تشيلسي وارسنال، هذول اللي يبون تاخذوا شام على اللاعبين وكذا، وباريس سان جيرمان وميونخ ايضا ما ننساهم طبعا، اكيد ما راح انسى فريقي مانشستر سيتي الثاني، وريال مدريد وبرشلونه حاليا شغالين مع مانشستر يونايتد، بعدين تبون نغير روحه ما نغير، بعد نسوي عن انديه اخرى. قول تحت بالتعليقات، وتبون عجبكم اليوم لا تنسوا اللايك والسبسكرايب، انستغرام تويتر تحت بالوصف. مع السلامه.